خلونا ناخد معانا على التليفون دكتور عماد الدين عدلي، رئيس المنتدى المصري للتنمية المستدامة. اهلا بيك يا دكتور عماد. اهلا بيك يا استاذ يوسف. أنا ازاي الصحة؟ كله تمام؟ كله تمام وكلامك حلو ويدينا عامل بانه كله تمام يا فندم. ربنا يخلي حضرتك. المهم يبقى الكلام منطقي، ولهذا رجعنا لحضرتك وانتم اهل التخصص. تحت امرك. الله يخليك يا فندم. دكتور عماد، أهمية التعاون مع شركة بحجم ميرسك. المذيع وصف ان ميرسك هي اكبر شركة في العالم في هذا المجال، ده من ناحية حجمها المالي والاقتصادي يفوق في بعض الاحوال اقتصاديات دول. هل هذا صحيح ولا المذيع بيقول اي كلام؟ لا لا، الكلام ده صحيح طبعا. وحضرتك وانت بتشتغل مع شركة زي دي بتشتغل في مليارات وبتتعاون مع او بتنفذ برامج وعندها أنشطة تجارية تعادل فعلا مستوى مادي لأكثر من دول يعني. فده طبعا، لكن الأكيد السؤال اللي هو لازم يسأل كل واحد، أي واحد بيتفرج علينا دلوقتي هيقول إيه؟ طب هو ليه جه مصر؟ صح. إشمعنى مصر؟ فحضرتك شرحت في المقدمة بتاعتك ليه مصر، لكن كمان لأن وضع مصر الاستراتيجي، ولو تلاحظ حضرتك اللقاء كان على السفن. ايوه. وده الفكره كلها، ازاي يكون المجرى الملاحي بتاع قناه السويس يكون مجرى اقتصادي. احنا طول عمرنا متعودين على ان قناه السويس هي مجرد مرفأ بيعدي منه الناس وتدفع مقابل انها عملت المرور ده، لكن ازاي يتحول دي كانت الخطه اللي وضعها مصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، ان يتحول ده الى يعني نموذج اقتصادي على اعلى المستويات، ويكون لي كل النواحي اللي ممكن تحقق بيه اقتصاد متكامل من كل الجوانب. النهارده بالتوجه الى الطاقه الخضراء واستخدامها في السفن، لما تكون السفينه وهي بتعدي بتاخد كل هذه السفن اللي بتعدي بتاخد كل احتياجاتها من الطاقه الخضراء من مصر، ويكون المكان اللي بينتج الشبكه اللي هتنتج هذا الكلام تكون موجوده على ارض مصر، يبقى هنا التعاون هيبقى مهم جدا ما بين شركه زي ميرسك لما تلاقي ان هي هتستثمر وتضع علمها وفكرها وتستخدم المكان الجغرافي، لان موقع مصر الجغرافي مهم جدا طبعا، وقناه السويس تعتبر مجرى ملاحي مهم جدا بتعدي عليه السفن. فده الموقع الاستراتيجي اللي ليه هو يحقق زي ما احنا بنقول بقى بالانجليزي وين وين، هو يكسب والدوله اللي عندها هذا المرفأ تكسب. لكن ليه بقى مصر دلوقتي؟ لان مصر حضرت نفسها انها تكون في هذا الاتجاه. لما تكون حضرت نفسي يبقى خلاص بقى، يبقى هو جاي بقى المناخ ملائم تماما، وانه كل العوامل اللي ممكن تخلي الفكره تنجح هتنجح. احنا بقى هنكسب من هذا ايه؟ اولا المنتج اللي طالع من قناه السويس مش هيكون بس حق المرور، هيبقى كل الخدمات اللي بتقدمها للسفن اثناء المرور. دي نمره واحد. نمرة اثنين، ان حضرتك بتحول هذه المنطقة لمنطقة تعتبر نموذج للمرفق الاخضر كله على بعض، لان انا لما اكون بنتج هذه الطاقات وبمولها للسفن، يبقى انا كمان بقيت نموذج للمدن والمرافق الخضراء. الحاجة المهمة الثالثة، انه بالاضافة طبعا لكل العوائد المادية، لكن شوف بقى حجم اللي هيشتغلوا. التقارير بتقول انه ممكن نصل الى اكثر من 100,000 فرصه عمل. صحيح. فلما يبقى عندي 100,000 فرصه عمل، خلي بال حضرتك فرصه العمل دي مش هتتوجد كده بس، لا ده انت عندك بقى مراكز تدريب هتشتغل عشان تدرب الناس دي، عندك هيبقى في الاستثمار والمناخ بتاع الاستثمار هيحرك ال 100,000 دولار، هيخدم عليهم عدد كبير جدا من المؤسسات. صحيح. وعدد كبير جدا. لكن اللي انا بفخر بيه كواحد رئيس لمنتدى تنمية مستدامة. أيوة. ان بلدي تبقى نموذج لفعلا، مش بس ان احنا بنتكلم على التنمية المستدامة على المستوى المحلي، ولكن كمان نموذج على المستوى الدولي يبقى بنفخر بيه. واعتقد ان حاجة زي دي ممكن تكون برضو من اللي احنا ممكن نطرحه ونبينه بشكل واضح لما نيجي الكاب 27 في شرم الشيخ ان شاء الله في نوفمبر القادم بإذن الله. الخبر ده خبر اعتقد انه يعني اتمنى ان الحوار اللي تم مع شركة ماسك انه يتحول الى فعلا حاجة عملية نشوفها على ارض الواقع وتبتدي تتحرك بسرعة،
واعتقد ان هم كانوا ما بيضيعوش وقتهم لما جم قعدوا مع سياده الرئيس عشان يتكلموا في هذا الموضوع. اه طبعا يعني، وهنا برضو يعني هحتاج من حضرتك يا دكتور عماد صححني المساله، انا اظنها هتمشي في الاتجاه بتاعها حتى نهايه الطريق وتحقيق هذا المشروع، ممكن يكون لسبب صححني فيه، هي مصر بتمتلك المقومات اللي تخليها قادره على انتاج بالفعل الطاقه الخضراء، ويمكن من ابرزها الهيدروجين الاخضر، لان انا عندي الميه وعندي السطوع الشمسي المناسب لاستخدام طاقه شمسيه علشان اعمل عمليه فصل الهيدروجين عن الاكسجين الى اخره يعني، وبالتالي انا مؤهل بقوه لإنتاج الهيدروجين الأخضر أكتر من دول كتير جدا في الدنيا، صح الكلام؟ صح الكلام 100%، والدليل على كده لو نرجع لورا شوية هتلاقي إن الحوار ده تم مع بعض مؤسسات أوروبية برضو مع سيادة الرئيس عشان تكون مصر مركز لإنتاج الهيدروجين الأخضر، فبالتالي والرئيس خلاص يعني هو واخد الموضوع بقوة، ما بياخدوش كده، لا هو حاطط عينه على الموضوع وماشي فيه بقوة لأن هو عارف إنه ده الاستثمار الصح في الوقت الصح، وعشان كده البنية الأساسية اللي موجودة في مصر لما بتبقى قوية بتبقى صناعة القرار كويس جدا وسهل جدا. لا أنا بأكد على كلام حضرتك إن مصر مؤهلة إنها تكون على فكرة مش بس عشان إنتاج الهيدروجين الأخضر لقناة السويس، ولكن أيضا كمان لبعض الدول الأوروبية هتستفيد من انتاج الهيدروجين الاخضر في مصر، وكمان احنا طبعا اكيد هيستفيد منه بعض الدول الافريقيه لان مصر بتقود افريقيا في هذا الكوب، وبالتالي هيبقى برضو مصر هتبقى بتساند الدول الافريقيه في الحصول على هذا الشكل من الطاقه النظيفه، وده الحقيقه هينقل مصر نقله كبيره جدا، لان احنا بالانرجي ميكس او بالخليط الطاقه اللي هيبقى موجوده عندنا ده هيأهل مصر انها مش بس تحسن مستواها على التنميه المستدامه على المستوى الداخلي، ولكن كمان هتكون نموذج تستفيد منه الدول الاخرى في المنطقه العربيه وفي افريقيا. ف يعني خلينا يعني نعتبر دي نقطه جميله كلنا نحتفل بيها، وان شاء الله نجد ليها يعني اثار ملموسه في القريب العاجل بإذن الله. إن شاء الله. أنا بشكرك جدا مرة تانية دكتور عماد الدين عدلي رئيس المنتدى المصري للتنمية المستدامة.